أهلا وسهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الاجتماعية الأردنية مرام رحمون تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج هل غادر الشعراء يا بغداد من متردم أم هل عرفت عداك يا بغداد بعد توهمي طعنوك يا بغداد في ليل بهيم معتم شؤم اطل عليك من راس الغراب الاسحم فاحال سعدك بعد عز دائم لتوهمي فتحملي بغداد يا امل العروبه واعلمي ان البغاه سيرحلون بيوم خزي مظلم لا تحزني بغداد إن عز اللقاء أو تندمي فبنوك أبناء العروبة يفتدونك بالدم يسعون دوما للقاء وفي الرحاب الأكرم بغداد لا تتألمي وتماسكي وتلملمي عودي لمجد سابق وتسامقي وتقدمي وخذي بكل وسيلة للعلم صوب الأنجم بغداد يا دارا لنا دار العروبة فاسلمي قد كنت مذ كان الرشيد منارة المتعلم فيك التراجم والمعاجم بالتراث الاقدم والخير فيك وفي بنيك مؤصل اذ ينتمي يبكيك كل موحد او مؤمن او مسلم وبكاك سياب بدمع ساكب حتى عمي لا لن يخون بلاده من كان فيها يحتمي وعمي صباحا او مساء يا كبيره واسلم الكتاب هذا الجليس الجميل اثرنا ان تكون له مساحه جميله في حلقه هذا اليوم وفقره هذا كتابي انا الكاتبه والناقده والباحثه الاردنيه الدكتوره دلال عنبتاوي طبعا اريد ان اقدم هذا الكتاب اليوم بعنوان بين اروقه النقد وهو الاصدار ما قبل الاخير في كتبي النقديه وهذا الكتاب يتحدث عن تناول النقد للابداع بمجمله الروايه والقصة والشعر، وقد ركزت في هذا الكتاب على كثير من المضامين التقنيات التي وظفها الكتاب سواء في الرواية أو في الشعر أو في القصة، والحقيقة أن هذا الكتاب فيه دراسات عديدة متنوعة يحمل أشكالا كثيرة وركزت من خلال هذه الدراسات على ما اهتم به المبدعون بكتاباتهم تلك. هذا الكتاب كما قلت هو بين اروقه النقد، بمعنى انني تناولت تقنيات وظفها الكتاب في ابداعهم. فيمكن اكثر ما يجمع ما قمت في دراسته في هذا الكتاب انني اخذت توظيف الكاتب والقاص والروائي والشاعر للمكان يمكن هذا الكتاب يزخر في كثير من الدراسات الموجوده فيه كيف وظف هؤلاء المبدعون المكان وكيف تعاملوا معه طبعا معروف أن الدراسة النقدية التي يتعرض لها الناقد في العمل الإبداعي يجب أن يكون لها متكئات تتكئ عليه وأنا في الحقيقة في هذا الكتاب كانت التقنيات الروائية وتقنيات القصة ولعل أهمها المكان الزمان الشخوص الأحداث فيما يتعلق طبعا نحن نعلم أن لكل نوع من هذه الأنواع طريقة خاصة في التعامل معه، سواء كان رواية أو قصة أو شعر. فأنا مثلاً وظفت المكان في أو نظرت أو درست المكان في كثير من الروايات الأردنية في هذا الكتاب، ودرست الزمان كذلك في كثير من القصائد لشعراء. ودرست الشخوص والأحداث فيما يتعلق في القصص التي قمت بدراستها بهذا الكتاب هذا الكتاب يحتوي على ثلاثين كاتبا مبدعا وهذا لا يعني أنه لا يوجد خارج هذا الكتاب مبدعين لا بالعكس هناك الكثير من الكتاب الأردنيين والعرب الذين يستحقون أن يتم تسليط الضوء على منتجهم الإبداعي الخط العربي هذا اللون من الفنون الذي ابدع فيه الخطاطون وقدموا لنا اشكالا والوانا ابداعيه مدهشه تابعوا معنا فقره الخط العربي اهلا وسهلا بالجميع مره اخرى تحدثنا سابقا عن نشاه الخط العربي وعن تقاطع الخط العربي مع الفلسفه سوف نتحدث في هذه المره او هذه الدقائق المحدوده عن انواع الخط العربي قلنا الخط العربي يقسم بشكل رئيسي الى الخط اليابس او الصالد والخط اللين هذا بشكل بسيط طبعا الخط الـ عندما نتكلم عن الخط اليابس والخط السوليد فنحن نتكلم عن البيئه الصحراويه التي كانت حاضنه للدين الاسلامي واللغه العربيه والخط العربي اللي هي المملكه العربيه السعوديه حاليا ولكن الجزيره العربيه سابقا وما يحيط فيها انا اتكلم عن الجزيره العربيه فاتكلم عن اليمن واتكلم عن دول الخليج الاخرى، المهم هذا الامر بقي مع لنقل مع بدايه الفتوحات الاسلاميه بدات هنالك شعوب اخرى تدخل الى بوتقه الدول الاسلاميه وبالتالي اثرت هذه الشعوب في أو, أو, ساهمت في ظهور أنماط جديدة لينة رائعة للخط العربي أنا أعتقد أن قضية هذه الشعوب لأنها كانت مثلا الشرق الأوسط الرافدين اللي هو العراق سوريا الأردن فلسطين لبنان مصر كلها كلها شعوب لنقل ذات إرث تاريخي فأضاف هذا التاريخ للخط العربي يعني الخط الكوفي معروف وهو الخط الذي يتكئ على الزاويه الكامله او ما يسمى بالهندسه زاويه 90 درجه خط عمودي وافقي بالكامل خط القوه واضحه فيه والصرامه والصلابه فيه طبعا لما جاءت الأطروحة الاسلاميه شعوب هذه المناطق كما قلنا جغرافيا في اعتدال مناخي في تنوع في في الاخري فكانت هذه الانماط السلوكيه والحياتيه هي التي دخلت في الخط العربي فظهرت الخطوط وفي وبالعصر العباسي تحديدا ب ب ب خلينا نكون دقيقين اكثر بدات هذه الامور تظهر بقوه ومن ثم طبعا تم اضافه الكثير من الاشكال عليها في العصر التركي او في المرحله التركيه ولكن دعونا نبقى في العصر العباسي، العصر العباسي بدايه التطور الحقيقي وبدايه النشأه الحقيقيه للخط العربي من حيث الميزان من حيث النسبه الفاضله التي هي علاقه طول اي مستطيل او شكل هندسي بعرضه، عندما نقول بالطول والعرض فنحن نتكلم إذا ضربنا الطول في 1.6 فيعطينا الضلع الآخر هذا يسمى النسبة الفاضلة أو يسمى الجولدن ريشيو ما يسمى بال وبالتالي هذه الناحية الأكاديمية العلمية بدأت تظهر بقوة في الدولة العباسية والتي نتج عنها في تقدير حوالي سبع أو ست خطوط بقي منها خطان للأمانة لأنه الخط الثلث هو خط النسخ هم الخطين اللي تقريبا يعني خط النسخ لوجود الوظيفه التي كانت مطلوبة من في موضوع الترجمه وفي موضوع آه نقول نقل العلوم الاخرى من الحضارات القديمه الى الحضاره العربيه الاسلاميه في بغداد آه كل هذا الحكي كان نسخ فلابد من التوثيق فهو خط وظيفي بامتياز اما خط الثلث فهو خط جمالي وخط لنقل آه يعني خط العناوين، خط الكبرياء، خط العلو، خط السمو، يعني هنا انتقلنا من الوظيفه الى الجمال ولكن الجمال الى حد ما مؤطر بنوع معين من الاتجاهات وسوف اتكلم عن هذا في،, في مع ظهور خطوط أخرى. طبعا انتهينا من الدولة العباسية مرورا بالفترة المتحولة ما بين العباسيين وما بين العثمانيين، دخلنا في العثمانيين، العثمانيين أثروا للأمانة والفرس أو الإيرانيين أثروا في 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 إغناء الموروث بالمنحنيات، فكان ظهور الخط الفارسي من قبل طهران ومن قبل الدولة الإيرانية وعلى الجهه الاخرى كان خط الديواني وجري الديواني وخط الرقعه وكل هذه الخطوط اللينه اللينه بامتياز كانت من نصيب العثمانيين. اهلا بكم من جديد في فضاءات جديده ضيفتي لهذه الحلقه الكاتبه والناشطه الاجتماعيه الاردنيه مرام رحمون. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي أهلا وسهلا بك سيدة مرام ضيفة على فضاءات وقناة الرافدين أهلا وسهلا بكم شكرا لحضرتك على هذا اللقاء شكرا لقناة الرافدين أهلا وسهلا يعني بداية مدي أسألك مكتبة الوحدة العربية نعم. ماذا تعني لك؟ مكتبة الوحدة العربية هي طفولتي بداية شغفي بالكتابة بداية تواصلي البصري مع الكتاب مكتبة الوحدة العربية تأسست في إربد عام 1942 والدي من إشوام الشوام اللي اوائل اللي اجوا على اربد بعام 1942 واربد كانت مزيج ثقافي جميل من السوريين والاخوه الفلسطينيين وطبعا اصحاب البلد الاردنيين فكانت حاضره اربد مزيج ثقافي جميل والدي كان احد هذا النسيج الثقافي اللي اسس لبدايه المكتبات، لم تكن اول مكتبه على الاطلاق لكن كانت من بدايه المكتبات في مدينه اربد فبدايه شغفي بالقراءه بعمر طفوله مبكره كانت في مكتبه الوحده العربيه نعم يعني انتم في الاصل من من الشام نعم والدك انتقل الى اربد نعم. ما الدافع الذي دفعه إلى ينتقل من الشام الى الاربد ويستقر في اربد آه، اربد معروفه طبعا اربد مدينه اردنيه شمال شمال الاردن نعم صحيح آه، اربد جزء من سهل حوران الجميل نعم سهل حوران يمتد من آه، تقريبا من غباغب او قبل دمشق ب 30 كيلو متر نعم. الى سهل النعيمه المنتهي في سهل النعيمه لا يمكن فصل سهل النعيمه اللي هو جنوب اربد جنوب اربد نعم. لا يمكن فصل هذه التجمعات البشريه عن بعضها نعم فجدي كان اغا كان عنده بايكه قمح بدمشق م. كان يشتري حبوب سهل حوران بالكامل ما قبل سايكس بيكو طبعا ارسل ابنائه لهي المناطق بحيث انه يشتري القمح ويحطه في مخازن ويصدره فيما بعد لدمشق وخارج دمشق للمحافظات لل الاخرى في دمشق فكان والدي نصيبه انه يجي يرسله للرمثا مدينه الرمثة لكن توفي جدي تبرعوا بارض البايكه لمسجد الرمثة الكبير والدي بشغفه بالثقافة وجدي كان إنسان مثقف وعنده صالون ثقافي وسياسي شهري في منزله في دمشق في حي الميدان الدمشقي المشهور بمقاومته للاحتلال على مدى العصور. فأثر إنه يفتح مكتبة ويضل بأربد وفعلاً فتح مكتبته في مدينة إربد وكانت من أول المكتبات اللي تجلب الكتب نعم. للطلاب من خارج الأردن. بداية عمل الوالد إنه يعمل فيه تجارة القمح أو زراعة نعم. القمح ثم نعم. انتقل إلى المكتبة تجارة القمح نعم يعني آه هذه المحطة انتقال من زراعة القمح وتجارة القمح للمكتبة ماذا نفهم من ذلك؟ هلأ آه الثقافة جزء لا يتجزأ من الشعب عادة من نعم. أي شعب مهم. ثقافة الشعب السوري المقيم في محاضرة منطقة الميدان نعم. إنهم تجار فالتجارة لا تختلف بيع الكتب لا يختلف عن بيع القمح مهم. لكن هو كان شغفه ليس بالزراعة نعم. وليس بالمنتوجات الزراعية شغفه كان بالكتاب اختيار الاسم مكتبة الوحدة العربية م. يعني كان عنده طموحات قومية عربية والدي قومي جداً نعم. ومن عائلة أصلاً عربية نعم. يعني عمامي اثنين أو ابناء عمي الكبار من جيل والدي كان لهم... فترة معينة بسوريا فجروا حارة اليهود نعم وكان الأثر في الانقلاب على حسني الزعيم فهو كان من أسرة أصلا تعشق العروبة مم. عروبية مثقفة أسرة واعية فالتجأ للمكتبة بشان يحقق حلمه بالقراءة نعم إذا أنت البدايات كانت من هذه المكتبة نعم يعني كانت النواة الأولى انطلقت من المكتبة ورغبة الكتابة أو الثقافة أو الأدب أنه انطلق من هذه البذرة الأولى نعم أصدرت كتابين يعني فيما بعد أنه صرتي تكتبين ألوان الأدب الخاطرة أحيانا القصة أحيانا النصوص أدبية مختلفة أصدرت كتابين كتاب لا. الأول نرجس أزرق نجرس. نرجس أزرق والثاني قشر البرتقالة فشك نتحدث عن الأصدار الأول هذا العنوان حقيقة يستوقفنا لون النرجس لماذا أزرق أعشق جدا اللون الأزرق لون البحر لون الفضاء لون إتساع الأفق وجدت مرة بقراءة أنه هناك نوع ما من النرجس عندما يتفتح يكون شفافا مجرد ما يضوي النهار بيصير لونه ازرق بيعطي لون الزرقه يكتسب بدل اللون الاصفر المتعارف عليه يكتسب لون زرقه السماء لساعات معينه نعم. ثم يختفي فاحببت هذا هذا الاسم النرجس الازرق واعتقد انه دائما اللون الازرق الفضاء المنفتح بيعكس شخصيه الانسان وانا اعشق الالوان فكان النرجس ازرق نعم. وقشر البرتقال برتقالي <applause> جميل يعني هذا حقيقة نرجح لأزرق هذا الإصدار أنت وصفته بأنه نصوص أدبية واكتفيتي يعني مع أن بعض نصوصه يعني حملت روح القص وبعض النصوص الأخرى حملت روح روح الشعر يعني لم تجنسي هذه النصوص الأدبية لا. وتركت ربما حرية التأويل إلى القارئ هل هناك خشية من النقد دفعك إلى أنك لم تجنسي هذه النصوص؟ لا ليس خشية من النقد بصراحة الناقد له حقه أن ينتقد وهذه م. مهمته وأنا لي الحق في أن أكتب ما أشاء م. فجمعت أكثر ما أحب من نصوصي في هذا الكتاب مع أن أغلب النصوص تميل إلى القصة واستخدمت فيها تقنيات القص من المكان والشخوص والتوصيف والزمان لكن أحببت أن يكون هذا الكتاب عصي على التجنيس فمن يريد أن يراه قصة يراه قصة ومن يريد أن يراه شعر يراه شعر ومن يريد أن يراه فيه جماليات النص الأدبي له ذلك جميل يعني أحد النصوص حمل عنوان قصب تقولين فيه المرجو كان أخضر كشال عروس مغربية طبعا أنا وقفت عند لون الشال وبحثت طبعا عن عن الزي المغربي العروس هل فعلا أنه العروس المغربية ترتدي شالا أخضر أم هو خيال الخيال الكاتب هو مزج ما بين الخيال والحقيقة بالتاكيد تابعت مره مشاهد لعرس مغربي وادهشني زي العروس المغربيه مزيج من القصب مع الالوان وكان اكثرها الاخضر فالمرج الاخضر كعروس مغربيه مرج اخضر به الوان تعكسها الشمس نعم. كالقصب فتصورت ان المرج كان على هيئة شال لعروس مغربية فهكذا جميل و... هذا النص حقيقة يعني من خلال حسب قراءتي كما هو حال كثير من نصوص هذا هذا الاصدار الذي هو نرجس ازرق قد كتب بفانتازيا عاليه يعني اذا انطلق من الواقع الى الخيال العلمي والادبي بدي ان نقف على مساحه النقد كيف تعامل النقاد مع هذا النص ومع الفانتازية التي استخدمتها في كتابة نصوص هذا هذا المؤلف. نعم. في الحقيقة صديقتي الدكتورة المعروفة دكتورة النقد الدكتورة, الدكتورة دلال عنبتاوي وهي كاتبة مبدعة وقاصة وشاعرة. أه لمست شيء لم أكن أنا أعيه. وجدت أن في كتاب نرجس أزرق نعم. وجدت أن اللون يطغى في أغلب النصوص ففي قراءتها النقدية ذكرت أنه مرام مولعة بالألوان وتضارب الألوان أو ترادف الألوان فكتبت عن الأحمر كتبت عن الأسود كتبت عن الأزرق كتبت عن الأخضر كتبت عن الفضي كتبت عن الذهبي فما رأته الدكتورة دلال لم أكن أنا أعي أنني أكتب به ففكره الالوان نعم. اعتقد ان لها شيء غامض في خيال الكاتب انا في الحقيقه اعشق الالوان واعشق الربيع ولو انني اميل الى اللون الابيض والاسود عاده لكنني نعم. اضيف عليه احد الالوان لاعطيه جماليه لكن هذا شيء ياتي بالسجيه لا علاقه جميل يعني تحدثنا عن أو سالتك يعني يعني كيف تعامل النقد مع هذا الـ هذا الـ هذا المؤلف والفانتازيه التي كتبت نصوص بها يعني توقفت كثيرا عند نص قصب الذي يتحدث عن عن الحوريات وكيف الراعي م. انه سقطت شعره من حوريه في النهر ثم نبت حقل من القصب وياتي راعي ثم يستخدم هذه هذا القصب كناي والناي ياخذ يعني خيال واسع عميق لكنه يدفع القارئ ان يتوقع او او يتصور هذا المشهد وكانه واقعا ودي انا اتحدث عن هذا النص في الحقيقه هو خيال واسع كما قلت نعم. وانا منذ الصغر أولع بقصص الجنيات وكان حلمي وأنا في الطفولة المبكرة أن أتحول إلى جنية لأستطيع تغيير الألوان بسرعة أن أطلق الصولجان فيتغير اللون عندما كتبت هذا النص لا طبعا الحالة للكاتب هي حالة نفسية ربما لا يدركها هو ذاته فعندما يكتب تسرح المفردات لوحدها لكنه يكون قد وضع صورة أمامه كان أمامي صورة المرج صورة الجنية وصورة الراعي فنسجته بفنتازية كوني ربما أعشق مكان من الجمال أرى جمال الأشياء أرى النصف الفارغ النصف الممتلئ عادة من الكأس انسان ايجابيه والانسان الايجابي يجب ان يرى الجمال اينما كان نعم نسمع شيئا من هذا النص نعم قصب المرج كان اخضرا كشال عروس مغربيه الوانه ارسلتها السماء كقبلة للتراب والجدول الرقراق كانت الحوريات ترقص عنده رقصة الفرح الراعي الذي بات في العراء لمح حورية تختسل فيه تحت ضوء القمر كانت النجوم تجفف شعر الحورية الأشقر طويل فانسابت منه شعرة رقيقة التقطها الراعي صباحا قبلها وحملها معه بكفه القريب سقطت الشعرة سهوا وارتوت بماء النهر المحمل بالحنين لأجساد الحوريات الغضة فأغدق النهر عليها حبه وحنانه ونبت منها حقل قصب أخذ منه الرعي قصبة صغيرة وحولها لناي ومن يومها فاضت كل النايات بألحان الشجن والحب والرحيل جميل جميل يعني اختيار مفردة الرحيل كسرت عامل التوقع عند ال المتلقي المتلقي راح يتسلسل في مصطلحات التي تذكريها الحنين والحزن لكن مفردة الرحيل كسرت التوقع جميل هذا النص يعني يحمل روح القص يحمل روح الشعر جميل النقاد كيف تعاملوا مع هذا هذا المؤلف ماذا قالوا دكتورة صديقتي دلال عنبتاوي في حفل إشهار هذا الكتاب ارتأت ما لم ارتئيه انا. م -م. رأت أن النصوص بمجملها تحمل الألوان وتناقضاتها. م -م. فكما أذكر الأسود أذكر الأبيض. إذا ركزت دلال عمتاوي على على اللون. جانب الجانب اللون على اللون نعم, نعم. آه يعني أنا بدي أن أتحدث عن جانب الفانتازيا الخيال نعم. الخيال العلمي الخيال الأدبي م -م. الذي طالما ما يجنح له الكاتب حتى يعطي نفسه مساحه واسعه من الـ نعم من الـ من التحليق في موضوع في 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 الابداع والجمال هذا الجانب ودي نعم قلت قبل يعني قبل قليل تحدثت عنه الدكتوره دلع عن تحدثت عن الالوان لكن هذا الجانب ماذا قال عنه جانب الفنتازيا الجانب نعم. الفنتازي عاده يأتي من مخيله الشاعر نعم فالفانتازيا لا يحدها مكان ولا زمان. الفنتازيا لوحة. نعم. لوحة مليئة بالألوان. مليئة بالصور. تترك للمتلقي الحبل على الغارب. نعم. فيسرح بخياله مع النص أينما ذهب. بصراحة أغلب النقاد أثنوا عليه. حتى أن الأستاذي أستاذ بوجه له تحية الأستاذ هاشم غرايبة أثنى على نص قصب. وأثنى على فكرة الحورية ودمجها مع الراعي ورؤية الراعي للحورية وقال في وقتها أنه مرام جنية حقا بقدرتها على نسيج هذا النص نعم جميل الكتاب الثاني هو قشر البرتقالة هو عبارة عن مجموعة قصصي. قصصية ودي أن أيضا نسلط الضوء على هذا المؤلف على ماذا انطوت هذه المجموعة ما القضايا التي تصدت لها قصص قشر البرتقال قشر البرتقال قشر البرتقال مجموعه قصصيه طبعا طبعت تحت مظله اربد العاصمه العربيه للثقافه 2022 في بابان الباب الاول باب الموروث الشعبي الموروث الشعبي وجدت اني قادره على ترسيخ هذا التراث من الموروث الشعبي فالموروث الشعبي في كل مكان توجد قصص السحر قصص الشعوذة قصص الحشرات أو هوام الأرض في كل المناطق في العالم يعني في أي بلد توجد يوجد الموروث الشعبي والباب الآخر هو باب الأدب الاجتماعي الذي يتحدث عني وعنك وعنه وعنها وعن الجميع فهو مجموعة قصصية فيها بابان باب الموروث الشعبي وباب الادب الاجتماعي معذره سنكم بعد بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الاجتماعية الأردنية مرام رحمون، أعود إليك سيدة مرام، كنا نتحدث عن القشرة البرتقالة وسألتك إلى يعني ما القضايا التي تصدت لها هذه المجموعة وقلت هناك بابان لهذه، الباب الأول هو الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي يحمل قضايا أغلبها للمرأة نعم قضية المرأة التي أحبت عبر الرسائل الإلكترونية قضية المرأة العاشقة قضية المرأة الأرملة قضية المرأة حتى في الباب الموروث الشعبي هناك سيدات كثر في في القصص أرى أن المرأة تكتب المرأة عادة نعم. تستطيع أن تصف ما يخالج يعني الباب أكثر الأول قضايا اجتماعية والباب الثاني موروث مو شعبي الباب الأول موروث الشعبي، الباب الثاني قضايا اجتماعية نعم, نعم. أه تركت للكاتب للقارئ كما في الكتاب نرجس أزرق أن يسرح بخياله قليلا لكن في باب الموروث الاجتماعي أه يجد نفسه، يجد قضاياه، يجد قصص الطفولة، أه ما كان يسمعه من الجد والجدات وال والاقارب في الاحاديث الدائره المسائيه نعم. نفس النمطيه لكن في المجموعه الثانيه هي قضايا اجتماعيه قضيه الانسان مثلا الذي اراد ان يكتب او يعمل وداهمه الوقت فوجد ان حياته انتهت دون ان يترك مساحه كافيه لاهله لعائلته لاطفاله وهكذا قصص اجتماعيه من حياتنا اليوميه نعم. كما قلتِ أو قلنا قبل قبل الفاصل الكتاب الأول كان نرجس أزرق وأنتِ لم تجنسي النصوص نعم. التي فيه الآن جنسي النصوص في الكتاب الثاني قصة برتقالة نعم. هل أفهم من ذلك أنه وصلت إلى مرحلة من النضوج الإبداعي أنكِ أصبحتِ تمتلكين الجرأة أنكِ تجنسي النص صحيح هو بالبداية كل كاتب يكتب نعم. ذاته لكن في البداية لم أكن أنتبه أنني أجيد السرد الطويل حتى أن بعض الكتاب أو الصديقات الكاتبات نصحوني بكتابة الرواية قالوا نفسك طويل في السرد وممتع في الكتاب الأول كنت أشعر أن في بداياتي والكتاب الأول وهو الأقرب النصوص الأقرب إلى قلبي في الكتاب الثاني سرحت قليلاً أردت أن أكتب ما يخالج الآخر وليس ما يخالجني أنا فوجدت إنه لا القص شيء ممتع أثبت فيه ذاتي كتبت ما أريد وصفت ما أريد وصفت المكان كما أراه أنا لا كما يراه غيري وجدت أنني أجيد القص في اللاوعي ربما هو رسيس الذاكرة نعم ما كنت أقرأه في صغري الخيال الذي اعتمدته في الكتاب الأول هل انتقل وانعكس أيضا على الكتاب الثاني الخيال دائما موجود نعم. الإنسان بلا خيال إنسان بلا هدف آه، الخيال للكاتب شيء مهم جدا يكتب رؤيته نعم. يكتب ما سيراه في المستقبل ربما أو ما رآه وخزنه في ذاكرته الجمعية فالخيال اعتقد انه الانسان لما يكتب يوازن بين اول كتاب وثاني كتاب يجب ان يجد شيئا مميزا بين الاثنين فاذا كان النمطيه في الكتاب الاول في الكتاب الثاني في الكتاب الثالث اعتقد ان الكاتب بيكون قد كرر نفسه نعم. ولم ياتي باي جديد حاله السنساخ نعم, نعم. جميل حضرتك عضو في اتحاد المراه الاردنيه نعم. أن ايضا تحدث عن هذا الجانب حضرتك ناشطة في هذه المجالات في الاتحادات والرابط بدي أن نسلط الضوء على النشاطات التي يقوم بها هذا الاتحاد يعني ما النشاطات التي يقوم بها وإلى أي مدى يشكل داعما لدور المرأة وتنمية الجانب الثقافي لدى النساء في الحقيقة اتحاد المرأة الأردنية وجه الشكر له هو مؤسسة قديمة وليست جديدة مؤسسه هدفها الاول ازاله كافه اشكال العنف والتمييز عن المراه المساواه ليست كل شيء فالمساواه اذا لم تكن متكافئه تظلم المراه احيانا انا اذا بدي اساويها بالعمل بدي اساويها بالانفاق فهدف الاتحاد كان ازاله كافه اشكال التمييز ضد المراه وفعلا الاتحاد المرأة تحية ترفع له, له تحية وترفع له القبعات في مشاريعه منها تمكين المرأة منها دعم مشاريع المرأة تمكينها بطرق تعليمها بطرق محو أميتها القانونية في بابل في اتحاد المراه هناك منظومه عمل متكامله من الهيئات الاداريه الى الكادر الوظيفي فيه دار ضيافه فيه عيادات فيه رجال موظفين يعني <applause> هو ليس جماعه النسويه يعني المطلقه <applause> لا 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 ليس ضد الرجال <applause> بالعكس هي المساواة تعني أن نتساوى ونتكافى في الفرص نعم. فاتحاد المرأة مشاريعه تعمل على تمكين المرأة تعمل على كافة إزالة أشكال العنف عن المرأة آه آه يعمل فيه دار ضيافة م. كمان للمرأة والطفل المرأة التي تريد أن ترى أطفالها أو الأب الذي يريد أن يرى أطفاله بعد الإنفصال يهيئ المكان يهيئ الزمان هناك ايضا دورات تمكينيه للمراه، دوره الصالونات، دوره اجاده الكمبيوتر، دورات كثيره، مشاريع دائمه ومستدامه دائمه للمراه. كلمه المساواه حقيقه في موضوع لما يتناول موضوع المراه دائما يطرح مصطلح مساواه. الا تجدين انه يعني هناك خلل في في استخدام هذا المصطلح؟ للمراه لها دور في الحياه والرجل له دور في الحياه. صحيح يعني هناك يفترض ان تكون هناك تكافؤ في موضوع التعاون بالضبط. ولكل دوره مصطلح مساواه انا طبعا لاحظت انك في ترددت في كلمه مساواه حاولت ان توضحي ما المساواه في الامر أن تتحدثين عن دور المراه ودور الرجل حتى ذكرت أن هناك موظفين من الرجال في صحيح. اتحاد المراه ألا ترين أنه يجب أن يعاد النظر في موضوع مصطلح المساواة ممكن نلجأ إلى مصطلح آخر التكافؤ مثلا, التكافؤ مثلاً. موضوع التعاون موضوع يعني الجانب الإنساني ممكن إذا أنه يقع طبعا الظلم يقع أيضا على الرجال ليس صحيح. النساء فقط والنساء أيضا يعني المشهد السياسي عادة يعني عكس على جميع طبقات المجتمع جميع فئات المجتمع دون تجنيس يعني أشعر اختيار موضوع المساواة فيه فيه حيف ما رأيك؟ هلا المساواة لا تعني أن أتساوى معه في كل شيء نعم. أنا لي حقوقي وهو له حقوقه مم. لكن التكافؤ مع المساواة هو من يحقق الهدف المراد نعم. فأنا إذا تساويت مع الرجل في كل شيء فقط حقي كامرأة نعم. وهو اذا تساوى معي في كل شيء فقد حقه كرجل نعم. لكن التكافؤ والتكامل يعني هناك تكامل وتكافؤ نعم. يحقق المساواه نعم. وهذه نظريه الاتحاد يعني الموضوع. ممكن يكون مساواه بين جنس واحد يعني مساواه بين الرجال اكيد هو تكافؤ للفرص نعم. تكافؤ لل مثلا الرواتب نعم. تكافؤ في حقها بالتعليم يعني وفق الدور الذي يؤديه طبعا الرجل او او المرأة طبعا أول أول يعني انت عضو ايضا في صالون صالون المنتصف الثقافي نعم. الادبي الذي تراسه الكاتبه والباحثه والناقده الاردنيه دكتوره دلال عنبتاوي آه آه يعني لاحظت ان اغلب نشاطات هذا الصالون تستضيفون فيه النساء آه يعني هل الصالون مخصص فقط لادب المراه في الحقيقه لا اطلاقا م. نحن نناقش أي منتج أدبي مبدع نعم. نستضيف النساء في المنتصف نعم لكن هناك جلسة رديفة للمنتصف نعم. دائماً في تكون في جبل الويبدة نعم. في مكان اسمه شاي نستضيف فيها الرجل كل شهر كل شهرين حيث متى ما وجدنا شخص مبدع راقي عنده أصدارات أدبية قيمة نعم او عنده عمل يستفاد منه في المجتمع لا. كفكره مثلا الطاقه او التدريب او اي انسان ناجح رجل لا. تتم استضافته في فن وشاي وتتجمع وبتشت... عاده نسبة من الحضور أغلبها نعم. نساء ومن يريد أن يحضر فليحضر من الرجال ما شاء لكن في فكرة المنتصف في المنزل منزل الدكتورة دلال هو صالون ثقافي نعم. نسوي يناقش كل شيء لا يعنى فقط بالمنتج النسوي للمرأة أو الأدب النسوي لا لكن في حالة استضافة رجل في جلسة الرديف تكون في فن وشاي لكن التركيز في الغالب على الأدب المرأة لا 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 كثيرا ما ناقشنا كتب لرجال اكثر نعم. مما ناقشنا كتب لنساء اا ودي ان نتحدث عن اليه عمل هذا ال هذا الصالون يعني هناك بعض ال بعض المنتديات انه يطرح ال من ال, ال, ال النتاج الادبي ويخضع طبعا لمداخلات او قراءات نقديه او نقاش كيف اليه عمل الصالون في المنتصف تستضيف الدكتوره دلال طبعا بالتشاور مع بقيه الاعضاء شخصيه لكل شهر ضيفه نعم. هذه الضيفه ليست شرطا ليس شرطا ان ضيفة تكون ضيفه وليس ضيف نعم نعم معناها ضيفه <تصفيق> <تصفيق> ليست بالضروره ان تكون كاتبه نعم. نعم ليست <applause> بالضروره ان تكون كاتبه ربما كانت فنانه نعم. مذيعه انسانه مناضله تروي سيره حياتها طريقه كفاحها نعم. كيف وصلت الى ما وصلت اليه بغض النظر ان كانت كاتبه او غير كاتبه نعم. فنحن لسنا معنيين فقط بالمنتج الادبي فن منهج حياه اتخذته هذه المراه ونجحت به نعم. فليس هناك صوره معينه نمطيه للمراه التي تكون ضيفه على المنتصف نعم. بالاضافه انها تتحدث عن نفسها وسيره حياتها، بعدها بنناقش فقره عن الطاقه الايجابيه، عن الدكتوره سراء الانصاري عاده بتعطينا دكتوره عراقيه انسانه عالمة ما شاء الله، بتعطينا جلسات مثلا عن الطاقه الايجابيه، عن فن التعامل، عن مشكلات العصر، عن كيف نتعامل مع الاطفال، ف يعني له برنامجه الخاص وحضوره الجيد وله سمعته ايضا جميل انت حضرتك ايضا مديره علاقات عامه في المحور الانساني العالمي وسكرتير تحرير مجله علوم المعرفه, المعرفة. هل المجلة تصدر عن هذا المحور؟ نعم نعم مجلة علوم المعرفة تم اصدارها بعد السنة الرابعة لانشاء المحور الانساني العالمي اللي كان اسمه المحور الانساني العالمي للدراسات والابحاث الان نعم. اسمه المحور العالم الانساني العالمي للتنميه والدراسات نعم المحور تم تاسيسه في عام 2014 الدكتور احمد النعيمي قمنا بنشاطات كثيره على مستوى العالم قمنا نشاطات في الجزائر في الكويت م. في سلطنة عمان وثم مؤتمر التسرب المدرسي في الاردن في عام 2018 ومؤتمر اللجوء الانساني 2019 آه والان يعمل على التنميه والمناخ يعني قضيه التنميه والمناخ قضيه عالميه اليوم نحن بحاجه لهكذا دراسات وهكذا لا. ابحاث آه مجله العلوم المعرفه طبعا مرخصة من اليونسكو وتصدر في باريس آه ليس ورقيا الكترونيا، اعضاءها المحكمين آه اغلبهم من جامعات شهيرة كالسوربون وجامعة وورفلا، وطبعا اساتذة من الجامعات الأردنية من أم الجامعات الجامعة الأردنية، آه من يريد أن ينشر بحث علمي محكم طبعا بغرض الترقيه او او لغايات اخرى ياتي بالبحث يحكمه الدكاتره الموجودين او الاساتذه ويتم نشره في مجله علوم المعرفه الانسانيه نعم. فقط تختصر على هذه القضايا ام هناك مثلا لا قضايا لا لا ثقافيه ادبيه نعم ثقافي ادبي طبي هندسي رياضيات ايا كان, كان اسمها علوم المعرفه جميل حضرتك تحدثت عن مؤتمرات عن طفوله تسرب الطفوله من المدارس موضوع اثار نعم. اللجوء الانساني على الاطفال يعني هذه المؤتمرات يعني هل اتت أكلها هل استطعتم من خلال هذه المؤتمرات أن تعالجوا آثار التسرب المدرسي وآثار اللجوء الإنساني على الطفل؟ بالتأكيد بعد كل مؤتمر هناك توصيات موضوع اللجوء الإنساني أثر كثير في التسرب المدرسي فالطفل الذي تعرض للجوء والعنف والهجرة لن ينتظم في صفه باكرا ربما يتأخر سنة سنتان أو ثلاثة وربما يتسرب نهائيا من المدرسة فوزاره التربيه بالتعاون مع المحور الانساني في فتره اقامه المؤتمر وكان راعيه وزير التربيه والتعليم انذاك اصدرت توصيات بفتح صفوف خاصه للاطفال المتسرفين واعاده دمجهم مع اقرانهم ليتم التماشي مع الـ مع الـ هل تم العمل تعليم. بهذه التوصيات؟ نعم تم نعم. العمل بهذه التوصيات ونسبه كبيره من الاطفال عادت وانتظمت في مدارسها في مدارسها وطبعا بالمخيمات عندك كان في تسرب كبير من بغايه العماله نعم يعني الاسره اللي تهجرت بدها عماله بدها الموضوع طبعا يحتاج الى الى وقت اوسع طويل جدا طويل. نعم. نعم. نعم يعني موضوع حقيقه مؤلم موجع والان كل الأمة والوطن العربي يعاني من موضوع من موضوع الهجرة, الهجرة واللجوء ونتيجة هذه الحروب التي أكيد. بها الأمة الوقت انتهى شكرا لك الكاتبة والناشطة الاجتماعية الأردنية مرام رحمون على هذا الحوار الممتع شكرا لكم جميعا شكرا لك حضر ولحضرتك شكرا لقناة الرافدين على هذا اللقاء الممتع والجميل والذي كما تفضلت يحتاج لساعات طويله <applause> لا يمل منها لكن شكرا لكم جميعا على هذا اللقاء. شكر لك شكر شكرا لك شكرا لك شكرا لك. اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن المتابعه حتى التقيكم في فضاءات اخرى. استودعكم الله والسلام عليكم.